هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بيتزا. بيتزا بيتزا بيتزا. البيتزا بتاعتنا النهاردة ومقادير الزلابية اهي برضو علشان خاطر نبقى لبينا طلباتكو. مقادير العجينة بتاعتنا النهاردة هي هنستعمل عجينة العشر دقايق، اللي هي يعني انا بقول عليها ملكة العجاين، لانها بينفع نستعملها في كل انواع العجاين تقريبا تقريبا. عشان نعمل العجينة بتاعتنا هنتكلم عنها وانا بشتغل، بس هنقول ان احنا عايزين عجينة العشر دقايق، عايزين نص كيلو جمبري صغير، بتقدروا تبدلوه بفراخ فبتبقى الفريدو فراخ. عايزين بصلة صغيرة شرايح، عايزين معلقة صغيرة شرايح من زيت الزيتون، اسفة، عايزين زيت زيتون معلقة صغيرة، معلقة كبيرة، وعايزين ملح وفلفل. الصلصة عبارة عن 3 كوبايات كريمة، معلقة كبيرة زيت زيتون، 2 كوب مشروم، ربع كوب جبنة بارميجان، 1 كوب جبنة موتزاريلا، ومعلقة صغيرة من الزعتر وريحان طازة. أول حاجة هنعملها هنحط عايزين نعمل الصوص علشان بس تبرد معانا شوية. هنعمل معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهحط عليها دلوقتي ايه عندنا المشروم والجبنة، ده اللي هيتحط على الكريمة، المشروم والجبنة البارميجان والجبنة الموتزاريلا هخليها للوش، معلقة صغيرة زعتر، والثلاث كوبايات الكريمة. فهناخد دلوقتي اول حاجة المشروم، المشروم ممكن يتحط هنا ممكن يتحط هنا ممكن يتحط ني، مش فارقة يعني، انا المهم عندي احط الكريمة على النار. المشروم ممكن احطه ني. هناخد دلوقتي الكريمة ونحطها هنا اهي، 3 كوبايات من الكريمة، هنحط لها طبعا شوية ملح، شوية فلفل، وهنحط لها عندنا هنا الزعتر وعندنا الجبنة. هحط شوية من الجبنة، يعني حلو ان احنا نحط شوية من الجبنة في الصوص علشان خاطر مغطيش الجمبري كله بالجبنة، يعني حلو كده يفضل باين منها شوية. تمام، دي هخليها كده هنا، واحط معاها نص الكمية تقريبا، نص كمية الجبنة هخليها هنا والنص التاني على الوش، ادي النص، حتى البارميجان بحط نصها هنا وبخلي النص التاني على الوش، مش عايزين نغطي الوش قوي يا جماعة كله بالجبنة. يا ياسمين اهلا وسهلا بيكي. وهنبتدي نعمل البصل بتاعنا والجمبري على النار، واحنا بنجيب مقاس الجمبري مش كبير طبعا، نجيب مقاس يعني يا صغير يا وسط لو عايزين يعني يكون اكبر شويه. وهنحط دلوقتي البصل الشرايح اللي عندنا تقليبتين بس كده، يعني انا مش عايزه اخليه يتحمر. طيب هنقلب بس يا جماعه البصل ده تقليبتين كده، يعني مش قادرة أشيل عيني من على الدونت. طيب زي ما انتوا شايفين كده الجمبري عندنا يدوب بس على النار شوية، هحط له شوية ملح ورشة فلفل وفقط لا غير. هنا مع الصوص اللي عندنا هنحط ايه؟ هنحط رشة زعتر في الكريمة، في الكريمة. اوكي خلاص الكريمة عندي جاهزة جاهزة جاهزة، الجبنة ساحت فيها وحطينا الملح وحطينا كل حاجة، خلاص دي كده عندنا جاهزة. تمام، ناقص دلوقتي نعمل ايه؟ نفرد العجينة بتاعتنا، وده كمان جاهز. خلاص كده احنا جهزنا بالحاجات بتاعتنا. خلينا نقول تاني عملنا ايه وانا بفرد العجينه. ناقص عندنا الريحان، نص مقدار الجبنه ونص مقدار الجبنه الثانيه اهي، والمشروم اللي قلنا ممكن تحطوه ني. تمام كده، يلا بينا نشتغل جنب الدوناتس. دوناتس فاخر جدا. بنعمل مرات حاجات ابسط من كده وما بتبقاش مكلفه، يعني احنا حلقاتنا متنوعه، ما حدش يقول لي ايه ان احنا حطينا فيها فلوس كتير ولا لا،
كنا اللي مش عايز يحط توت ممكن يحط فراولة، ممكن يحط اي حاجة هو عايزها، ممكن بدل الـ كمان التوبينج بتاع التشيز كيك اللي احنا حاطينه ممكن تحطوا مربى. يعني احنا بس انا مدياكوا فكرة كده وعجينة حلوة تقدروا تشتغلوا فيها براحتكوا حسب اللي يناسبكوا. خلينا نحط شوية دقيق وبعدين نحط الصينية بتاعتنا في الفرن. شوفوا عجينة العشر دقايق وجمالها، يعني من كتر ما هي حلوة تحسها صاحبتك، يعني تحسيها كده ان هي صاحبتك دايما مشرفاكي كده في العجاين، وبصراحة عمرها ما خذلتني الصراحة يعني. فأنا بحب العجينة دي جدا لأنها عجينة محترمة على طول رفع راسي. طيب هنفرد يا جماعة العجينة بتاعتنا اهي، وهجيب الصينية اللي هنعمل فيها. قولي يا ريتك ما قلت. يلا عايزنا نطلع فاصل المخرج بتاعنا، بس انا بقول نحط دي في طب ايه رايك نحط واحده بس في الفرن ونطلع علشان لما نيجي بقى نبقى ايه فاضيين للتطبيقات وقراءه التعليقات والحاجات دي. نعمل دي حلوه، يلا ناخدها نحطها هنا. حلو تحطه تحت سميد يا جماعه، بتفرق قوي قوي في اللقاع بتاع البيتزا. ناخد بقى شوية من الصوص بتاعتنا، هنحط شوية كده هنا. احنا طبعا ايه لازم تكون نسيبها على النار لغاية ما تسمك الصوص بتاعتنا، تسمك وبعدين يعني ما ينفعش نحطها خفيفة، بنسيبها على النار لغاية ما تسمك معانا، فده بيبقى عايز انها تقعد على النار تقريبا ربع ساعة علشان ما ينفعش نحطها بنفس قوامها. اوكي هنحط بقى دلوقتي الجمبري اللي عندنا ونوزعه كويس كده. وناخد الجبنة، احنا قلنا مش جبنة كتير، جبنة شوية يعني، شوية جبنة كده نحطهم على الوش عشان احنا مش عايزين نغطي على الجمبري. احنا اوريدي عندنا تحت طعم الجبنة مع الكريمة، وحطينا شوية اهو فوق بس ما غطيناش على الجمبري كامل. ناخد بقى البيتزا بتاعتنا دي وندخلها. انا هحط عليها الريحان اول ما تطلع من الفرن، يعني اول ما تطلع من الفرن هروح حط عليها كده ايه ورقتين ريحان. خلاص دي بقى في الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما تستوي، بتقعد تقريبا 10 دقايق.